طبعا احنا مشينا في دورة قيادات وخذنا نظريات بشكل اكاديمي. لقانا اليوم مع سعادة الوزير صراحة في كان اسقاطات عملية على كل او معظم الاستراتيجيات اللي درسناها، فكان تجربة حية ثرية ممكن احنا نستفيد منها ونطورها ونطبقها في مؤسساتنا الحكومية وفي اداراتنا. اطلعنا على تجربة سعادة الوزير الشخصية في عمله، تجربته في التخطيط الاستراتيجي، وكانت تجربة غنية واحنا استفدنا منها وقاعدين نمر بتجارب الحين جديدة بالنسبة لنا، فكانت فرصة جميلة يعني ان احنا نقعد ويا سعادة الوزير ونسمع تجربته.